اللهم لك مقاليد السماوات والأرض، سبحانك اللهم. اللهم لك خزائن السماوات والأرض، سبحانك اللهم. اللهم بيدك مغاليق الشر والخير ومفاتيحهما، سبحانك اللهم. اللهم يا من بيده، اللهم يا من بيده مقاليد الأمور وإليه ترجع الأمور. اللهم ضاقت على عبادك الصدور والدور، وأنت يا حي يا قيوم الغفور. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم افتح لنا مساجد أغلقت اللهم افتح لنا مساجد أغلقت وأبوابا أوصدت. اللهم لا تحرمنا ما خولتنا من النعم، اللهم لا تحرمنا ما خولتنا من النعم، ولا تسلب ولا تسلب ما أوليتنا من جليل الكرم، ولا تنزل علينا البلاء والغضب والفتن والنقم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم استجب برحمتك الدعوات، اللهم استجب برحمتك الدعوات، وارفع عنا وعن بلادنا الأوبئة والآفات، يا مجيب الدعوات، يا عظيم الرحمات، يا رب العالمين.